السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا أين وصلت الأشغال بمشروع مستشفى مكافحة السرطان بولاية شلف، اللي يقع في حي بوسنة بمدينة شلف. إذن وعكس كما نشاهد، يعني المشروع هذا راه في مراحل متقدمة من إنجاز، وما تبقى إلا عملية تاع التجهيز تاع المستشفى هذا. وكاين كذلك حوالي 8 اللي راهي قيد الدراسة بولاية جديدة سوف تنضاف إلى المنظومة الصحية في الجزائر. والسلام عليكم.